حماة وحلول 30/7 إطلاق نار كثيف. الأمن يطلق الرصاص الحي على المتظاهرين من مخفر الحاضر. حماة وحلول 30/7 إطلاق نار كثيف من قوات الأمن من المخفر من قسم الشرطة في الحاضر على المتظاهرين العزل. حماة وحلول 30/7/2011 ضرب نار كثيف في حماة إطلاق رصاص حي بدون أي سبب يذكر على الناس العزال. حماة 31/7/2011 الساعة 7 صباحا إطلاق نار كثيف من قوات الأمن على المتظاهر على الناس العزال على الشاب